في الحلقات اللي فاتت. هو أنا لسه قلت حاجة؟ كل ده ولسه ما قلتش حاجة. في إيه؟ أرجوك كفاية ما تقولش أكتر من كده قبل ما أمسح دموعي. هقيل شوية عشان لسه راجع من إسكندرية. ده أنا عايزك في موضوع مهم قوي. موضوع إيه؟ قول لي يا أستاذ وليد، هو الإنسان مسير ولا مخير؟ احكيلي يلا. حاضر هحكي لحضرتك. قصدك بدك تغني في الكباريه؟ لا يا ست، شكرا، مش عايز. بقى حضرتك عايزاني اخلي جوزك يتجوز واحده تانية؟ امال؟ ايوه انا بهنوس العيوطي. اؤمر. احنا جايين النهارده عشان نشرب معاك القهوه. الحلقه ال 14. صوابعك مش زي بعضها، والناس برضو مش زي بعضها. لو كل الناس دكاترة، أمال مين اللي حيبني عمارات؟ ولو كل الناس نقاشين، أمال مين اللي حيعمل الشاي؟ هي الدنيا كده، كوكتيل مشكل من الناس، ما فيهوش حد شبه التاني. حتى أنت نفسك صوابعك مش زي بعضها، يا سلام. وحتى الحكم مش زي بعضها. وعجبي. يا أهلا يا أهلا. أهلا بك يا معلم بهانوسي. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا أونكل. نبعت نجيب قهوة تانية؟ لا كده زي الفل يا أبو سميحة. ألف هنا وشفا. الله يهنيك. طب نخش في الموضوع. نخش يا باشا. إحنا سكة ودغري كده يا معلم بهانوسي، جايين نطلب سميحة. عيني ليكوا يا بهوان، سميحة وأم سميحة كمان. هو اكيد ما يقصدش يعني. مش معقول الكرم ده يا معلم. شفت بقى، وابو سميحة كمان لو عايزين. ايه ده، دي عيلة، ايه الجمال ده؟ لا شكرا مش عايزين. دي هو احنا مش قد المقام ولا ايه؟ لا ازاي يا معلم، ما تقولش كده، ده انت كبير وكبير مقام كمان ومقامك عالي. بس انا قصدي يعني احنا عايزين سميحة بس، ان شاء الله لو الدنيا تمام نبقى نيجي ناخد امها كمان وابوها يا سيدي. انت شكلك ابن نكتة وتحب الضحك. والله يا معلم بهانوسي انت اللي شكلك راجل مسخرة. مسخرة؟ نخش في الموضوع عشان ما نضيعش وقت. طلباتك، وانتوا عاوزينها في خطوبة ولا كتب كتاب؟ لا احنا عايزينها في جواز ان شاء الله. على خيرة الله. ومين فيكم العريس؟ لا هو العريس مش معانا دلوقتي، احنا جايين نتفق الاول على كل حاجة وبعدين نبقى نجيبه ان شاء الله. طب انتوا عايزينها قد ايه؟ هو ايه السؤال الغريب ده واحنا بنأجر شريف العجمي؟ شكله كده عايز يطمن على مستقبل بنته. يعني اعمل ايه؟ طمنه يا اخي. ماشي نطمنه. احنا يا معلم ان شاء الله هناخدها العمر كله. العمر كله؟ ايوان، احنا شاريين يا معلم بهانوسي، وابننا راجل مخلص وان شاء الله هيفضل مخلص ليها لحد بعد ما يتجوزوا. ايوان يتجوزوا. تجننت يا جدع انت وهو؟ ليه بس يا معلم؟ في ايه يا مستر بهانوسي؟ مستر ايه؟ انتوا خليتوا فيها مستر؟ انتوا ازاي تتجرأوا وتيجوا لحد بيتي وتقولوا الكلام ده؟ انا المعلم بهانوسي العيوطي يتقال الكلام ده؟ انتوا مجانين؟ مجانين ليه يا معلم عيوطي؟ في ايه؟ ما انت كنت موافق ومرحب. انا كنت فاكر انكوا عايزينها ترقص في فرح مش تتجوز. يعني انت مش موافق؟ لا طبعا مش موافق، انا جوزها. ليه بس يا مستر بهانوسي؟ ده الاستاذ وليد راجل محترم وعاقل وناضج يؤخذ بشهادته في المحاكم. لو محترم وعاقل يبقى المفروض ما يفكرش في الجواز. ليه بقى؟ لانه بعد الجواز لا هيبقى عاقل ولا هيبقى محترم. عنده حق. طب بذمتك يا استاذ حسام، في راجل عاقل يتجوز؟ ها؟ ايوه. وفيها ايه يعني؟ الجواز جميل. بذمتك انت مصدق نفسك؟ ها؟ الصراحه لا. شفت بقى، يبقى ما عطلكوش. اسمعني بس يا معلم عيوطي، استاذ وليد ده حاجه تانية. حاجه تانية ازاي يعني؟ استاذ وليد راجل محترم ومخلص جدا وحيشيل بنتك في عينيه. طبعا لازم تشكر فيه، شكله كده اخوك. لا مش اخويا يا معلم. يبقى اكيد صاحبك برضو. لا يا معلم. الله، يعني لا اخوك ولا صاحبك، امال تعرفه منين؟ اعرفه من ال من المدرسه. ايوه صح، مدرسه. ايوه من المدرسه. اصل هو بيشتغل مدرس فلسفه وما بيحضرش. حلوه دي بقى، الاستاذ بيشتغل مدرس فلفاسه
وعايز يتجوز سميحة بنتي؟ أيوة يا أستاذ بهنوسي، هو بيشتغل مدرس وعايز يتجوز سميحة بنتك. قلت إيه؟ قلت لا، ما عندناش بنات للجواز. خلاص، شكرا شكرا يا معلم. يلا بينا يا نديم. يلا فين؟ يلا نمشي. نمشي نروح فين؟ طب والجوازة هنعمل ايه يعني؟ هو الجواز بالعافية. يلا بينا نمشي. حاضر، يلا بينا. سلام. انت رايح فين يا زفت؟ الله في ايه؟ ما تهديني. طب قعدني. مش انت اللي بتقول يلا؟ انا بقول كده عشان نخوفه يعني. انت صدقت؟ نخوف مين؟ الراجل مش فارق معاه ولا عايز يجوزها اساسا. لا بقول لك ايه، انا مش همشي من هنا غير لما الموضوع ده يخلص. طب هيخلص ازاي؟ ما هو هيخلص يعني هيخلص ذو عافية، هيخلص. انت بتغفلت بتقول ايه يا جدع انت؟ بقول اننا مش هنمشي من هنا غير لما نتفق، ولو ما اتفقناش هنعمل جلاش. انت شكلك كده مصمم. ايوان مصمم. طيب وانا موافق. موافق؟ موافق، بس طبعا عشان الجوازة تكمل لازم العريس يقدم المهر. مهر طبعا. اؤمر، طلباتك ايه يا معلم؟ طب قرب بقى عشان اقولك في ودنك مهر بنتي ايه. اتفضل يا معلم. يا نهار اسود، ايه؟ زي ما سمعت. يا ليلة منيلة بنيلة. هو قالك ايه؟ اسكت انت، سيبني في اللي انا فيه. طب بقول لحضرتك ايه؟ لا تقول ولا تعيد. هو ده مهر بنت، يجيبه ويحطه على الترابيزة هنا قدامي، نقرا الفاتحة على طول. بس يا معلم بهنوسي، ده اخر كلام عندي ومش هقول غير اللي قلته. هو قالك ايه؟ ها قالك ايه؟ امشي امشي قدامي، ما تفتحش بقك. كان مستخبي لي فين ده كله؟ مات يلا وشد الهمة ومعايا البصرمة وديها مكان ما تروح ولا تنسى نص كلمة. مش معقول، ايه الطلب الغريب ده؟ يا سيدي هو ده اللي حصل. طب وبعدين هتعمل ايه؟ ولا حاجة، هخش انام. تنام؟ لحد امتى هتفضل تهرب من مشاكلك يا اخي؟ ايه يا اخي؟ ده انت قربت تخس من كتر ما بتهرب من مشاكلك يا اخي. يا عم اهرب ايه؟ انا هدخل انام عشان اقابل الولية اللي اسمها نانسي واحكي لها على اللي حصل. وبعد ما تحكي لها يعني ايه اللي هيحصل؟ اخليها ترحمني وترحم الراجل ونخلص من القصة ديت. دي مصيبتي يا ربي، لا عجبهم المخلص ولا عجبهم الخاين. صبرني يا رب. شغلات مرمطة اهمت ردرتة كده نخلص منها، بقيت زروطة سبعت ارواح ولقيت اشباح فيها نواح وشيت الغطا. شغلات مرمطة اهمت ردرتة كده نخلص منها، بقيت زروطة سبعت ارواح ولقيت اشباح فيها نواح وشيت الغطا. هاه يا حسام، سبع ولا ضبع؟ فهد، هو يعني ايه اقنعته يتجوزها؟ لا هو ايه ايه ده؟ ازاي انت مش بتقول سبع؟ ايوه بقولك سبع، يعني غضنفر يعني اسد. هو ايه ده؟ انت برجلتلي مخي، انا مش فاهمة حاجة خالص. انا هفهمك يا استنانسي، بس ركزي معايا بعد اذنك. اتفضل فهمني. انا رحت للمعلم بهنوسي والد الرقاصة المحترمة سميحة البهنوسي العيوطي. حلو حلو. قلت له يا معلم عيوطي احنا عايزين نجوز بنت حضرتك للاستاذ وليد. حلو حلو. مرضيش وقعدت اتحايل عليه، وبعد كلام كتير لقيته بيقول لي انا موافق. حلو حلو قوي، بس ليه شرط واحد. حلو. ايه هو؟ المعلم بهنوسي شارط ان مهر بنته يكون اسد. يا لهوي، اسد؟ المعلم بهنوسي عايزني اجيب له اسد احطه على ترابيزة السفرة. شفت الجنان؟ طب وفيها ايه يا اخويا يعني؟ نعم فيها ايه؟ دي بتقولي فيها ايه؟ فيها ايه يعني؟ يا ست انت عايزة تجننيني، ازاي يعني هجيب له اسد؟ انت شكلك كده مش عايز الفلوس. لا لا طبعا عايزها. وشكلك كده مراتك وحشاك وعايز تشوفها يا حنان. لا لا يا ست نانسي ابوس ايدك. يبقى ايه؟ تسمع الكلام. حاضر حاضر، هسمع الكلام وحقنع الاستاذ وليد يجيب اسد. ووليد ماله؟ هو ايه اللي وليد ماله؟ هو مين اللي نايم، انا ولا انت؟ انت هتهرج معايا يا راجل انت؟ يا ست نانسي مش بهرج ولا حاجة، بس حضرتك سمعت الحكاية كلها، يبقى اكيد فهمتي ان المعلم بهنوسي طالب ان الاستاذ وليد يجيب اسد. الله، وهو المعلم بهنوسي شاف وليد؟ لا انا تعبت. امال شاف مين؟ مين؟ شاف حسام. يا سلام، وحسام زي الشاطر هيروح يجيب الاسد. وانا مالي يا استنانسي اجيب اسد ليه؟ عشان وليد يتجوز سميحة. وانا مالي، انا مالي، ما يجيب هو لنفسه، الله يقطعه ليقطع سميحة. اخسى عليك يا حسام،
ده والد رجل محترم وكيوت ومش هيعرف يجيب الأسد. يا سلام، يعني وليد طيب وكيوت وحسام هو اللي يشيل الأسد عالكبوت. هو اهده يعني ايه؟ يعني أنا لا يمكن أقدر أعمل موضوع الأسد ده أبدا. بقولك ايه، انت شكلك كده مش هتسمع الكلام يا حنين. خلاص بقى يا ستي، ما تندهلهاش بقى، اسكتي. الله، انت مش بتقول مش هتعرف تعمل موضوع الاسد؟ بصي انا ممكن اعمل اي حاجة بس مراتي ما ترجعش. يا لهوي، للدرجة دي يا راجل مش طايقها؟ اهو على الاقل لو الاسد كلني هموت وارتاح من اللي انا فيه. طب يلا يلا قوم يا بطل روح هات الاسد. حاضر حاضر، اديني قايم، عدينا منها على خير يا رب. ما كفاية بقى ضحك بقى، انا خايف. ده انت راجل ما تحبش الفرفاشه، ما تخافش يا حسين هتعدي على خير ان شاء الله. الله يخرب بيتك يا بلاليني. هو انت ما بتقولش اسمي صح غير وانت بتدعي عليا؟ هو مفيش وراك غير شتمتي؟ ما انت اللي تستاهل الشتيمه، ما انت السبب، انت السبب في كل اللي انا فيه. وقال ايه؟ انا الحل والحاصل على بطولة نادي السكة في تجميع الفكة يا اخي. اولا انا حاصل على بطولة نادي اليخت في تنس الطاولة يا اختي عليه. ثانيا بغض النظر عن سخريتك، انا فعلا الحل، وبكرة الايام تثبت لك، سبت او اربع. مش لو عشت وشفت بكرة هتعيش يا حسام، وان شاء الله هتشوف بكرة احلى من النهاردة. انا مش عارف انت جايب الثقة دي كلها منين يا اخي. قولي على المحل اللي بتجيب منه الثقة ديت، دي لكرة. طب اهدى اهدى بقى، اهدى بس وركز معايا. اسكت انت، اسكت انت وسيبنا اشوف موضوع الاسد ده هنحله ازاي. يا ابني طب ما تسمعني وانا احله لك اهو. يا عم تحله ايه، تحله ايه يا بلاليني؟ بقول لك عايزين اسد مش بالونة. ركز معايا بس لحظة واسمعني. بص بقى، بلا أركز بلا زفت، أنا داخل أخد دش. استنى يا حسام ما تدخلش الحمام. ليه ليه يا أخويا؟ ما تقربش من البانيو يا حسام. ماله البانيو يا بلالين، أنت حتى هتلبشني ليه؟ استنى يا حسام. يا نهار اسود، أسد في البانيو، الحقوني.